يعتمد بدء البيع في موقع اي بي بواسطة طريقة البيع التي تسمى بالدروب شيبينج. إذا أنصحك مشاهدة هذا الفيديو لتعرف كيفية بدء مشروعك بطريقة صحيحة. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. الكثير من الأشخاص تبدأ مشروعها بطريقة الدروب شيبينج دون الانتباه لعدة عوامل مهمة، مما يؤدي لحظر حسابهم أو عدم نجاحهم بمشروعهم. العوامل الأساسية لبدء مشروعك هي: أولا، عدم البدء بطريقة الدروب شيبينج مباشرة بعد التسجيل في الموقع. الكثير من الأشخاص تبدأ البيع بطريقة الدروب شيبينج مباشرة بعد التسجيل في الموقع، وهذا خطأ، لأنه لا يوجد لديك القيود الشهرية الكافية لبدء البيع في موقع إيباي. وإيباي يعطي الإمكانية للتجار الجدد في الموقع بيع فقط 10 منتجات بقيمة $500، فهذه القيود لا تكفي لإدارة مشروع دروب شيبينج ناجح. عليكم أولا بيع المنتجات من بلادكم وشحنها بنفسكم، وبعد حصول بعض المبيعات الاتصال بموقع إيباي والطلب منهم رفع القيود الشهرية. ايضا عندما تبدأ عمل دروب شيبينج مباشرة بعد التسجيل في موقع ايباي، ايباي سيعرف ذلك. يمكنه معرفة ذلك من كود الصور التي ستعرفونها في صفحة المبيعات. وعندما ستتصلوا لتطلبوا لأول مرة رفع القيود، سيتحرى حسابكم ايباي، وفي بعض الأحيان لن يقبل رفع قيودكم بسبب بدء عملكم بالدروب شيبينج مباشرة. صحيح أن موقع إيباي يسمح لنا استخدام طريقة الدروب شيبينج بموقعه، وقد أثبتت لكم ذلك في الفيديوهات السابقة، ولكن البدء بطريقة الدروب شيبينج مباشرة بعد التسجيل في الموقع هذا يدل على عدم المهنية وعلى عدم فهم المجال. ثانيا، رفع نسبة الفيدباكس. مفضل رفع نسبة الفيدباكس لحسابكم، لأن الزبائن عادة تفضل الشراء من تجار لديهم عدد فيدباكس عالي. أنصحكم جمع على الأقل 100 فيدباكس. ثالثا، إيجاد مورد مهني. إحدى أهم العوامل الأساسية والمهمة في مجال الدروب شيبينج هو إيجاد مورد مهني. قبل البدء بمشروعكم عليكم إيجاد المورد الملائم، وأن يكون مهني بعمله بشحن المنتجات بسرعة، لديه خدمة زبائن جيدة، لديه عدد كبير من المنتجات وبأسعار جيدة. رابعا، كن مستعد لتوفير خدمة زبائن جيدة وسريعة. لا شك أن خدمة زبائن جيدة هي إحدى أهم العوامل لنجاحك في موقع إيباي، لذلك عليك الرد على رسائل الزبائن وعدم تجاهلهم. خامسا، معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن. في جميع مشاريع التجارة سيحصل بعض الأخطاء، مثل ممكن أن يتأخر وصول المنتج للزبون أو أن يصل المنتج مكسور. فبحالة إحدى الزبائن فتح شكوى عليك، حلها بأسرع وقت ممكن. إياكم إبقاء شكاوى مفتوحة، هذا سيؤثر على تقييم حسابكم وعلى سلامته. حتى لو لزم الأمر، إرجاع المال للزبون وتحمل المسؤولية. في النهاية، طريقة الدروب شيبينج هو مشروع تجاري مثل أي مشروع تجاري آخر، ولكل مشروع تجاري يجب الاستعداد إليه بطريقة صحيحة وعدم الاستخفاف بأي عامل. أتمنى أني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو. ولكل الأشخاص المعنية ببدء العمل بطريقة الدروب شيبينج، جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية تشرح لكم كيفية فعل ذلك. كل ما عليكم فعله هو كتابة تفاصيلكم بالرابط المبين تحت الفيديو، وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الانترنت. ايضا انصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع ايباي وامازون. اتمنى لكم النجاح بمشروعكم، ساراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.